أرحب الآن بضيفي الكريم الدكتور رضوان السيد، الكاتب والأكاديمي والسياسي اللبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية. نسعد كثيرا بانضمامك إلينا يا دكتور رضوان. شكرا. دكتور، مقالك اللافت للانتباه، مصر واستراتيجيات العقد الحاضر في جريدة الشرق الأوسط، يمس معنى مصر، حقيقة الحالة المصرية، دون الاكتفاء كما يفعل الكثيرون للأسف الشديد بصورة مصر بشكلها بظواهرها الخارجية. أولا دعني يا دكتور أعبر عن إعجابي الشديد بهذا الإدراك المتقدم من قبلك والذي بدأ في المقال. كيف تشكل هذا الإدراك يا دكتور؟ أنا عرفت مصر قبل أكثر من 50 عاما لأنني درست في الأزهر، ثم منذ وغادرت في قبل أواسط السبعينات من القرن الماضي، ولم يمضي شهر منذ ذلك الحين، شهران ثلاثة، إلا وأزور مصر وأعرف الصغار والكبار وأقرأ كل أو معظم ما يكتبه المصريون، الروائيون والفلاسفة والمؤرخون، وبالتالي يعني تشكل هذا الروح المصري لدي في كل مراحل كتاباتي وفي كل مؤلفاتي. وأنا متخصص في الكتابة السياسية، في التفكير السياسي وليس في الكتابة السياسية اليومية. وطبعا بسبب هذا الحب لمصر وإدراك دور مصر وأنه لا قيامة للعرب ولا بقاء لهم إلا بمصر، وتابعت سنوات العشر الخطيرة جدا 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 بعد خروج 2011 وسطوة الإخوان المسلمين واضطراب الدولة. ووقتها قلت في مؤتمر في الأهرام 2012 قلت في مؤتمر في الأهرام أنه كان الخوف من الدولة وصار الخوف الآن عليها. والله يا دكتور أنا لو أنك يا دكتور رضوان شرفتني هنا في الاستوديو لوجدتني وقد وضعت 20 خطا تحت هذه العبارة اللافتة، عبارة مذهلة يا دكتور. أيها عبارة إنه انتقل الحال من الخوف من الدولة إلى الخوف على الدولة. الدولة المصرية. هذه عبارة يا دكتور تكاد تختصر حال العرب بعيد الربيع العربي وربما حتى الآن. طبعا كل العرب عاشوا في هذه الحالة ولم يكن منتظرا أن تعيشها مصر. أنا دائما أقول خارج دول الجزيرة العربية أنه دول العالم العربي أعرق الدول في العالم العربي خارج الجزيرة هي الدولة المصرية، وتأتي بعدها وإن بمراحل الدولة المغربية. ولذلك لا ننتظر أن تحدث الهزات، لكن الضغوط الشديدة والهائلة حصلت وحدث هذا الاهتزاز. لكنني ولا مرة حتى أثناء هاتين السنتين 2011-2013 كنت شديد الثقة أن المجتمع المدني المصري والجيش المصري سيتدخلان لتصحيح هذا الأمر، وهذا هو الذي حصل. وهذا هو تفسيرك دكتور رضوان ل سرعة التئام الحال في مصر بينما انفرط عقد كيانات سياسية كثيرة في المنطقة؟ جدا، ليس للافتقاد إلى الأكثرية الحارسة، بل لأنه في الدول التي تحدث فيها هذه مسائل الميليشيات يستحيل على الأكثرية، تتغلب على الأكثرية. مصر لا يمكن أن تظهر فيها ميليشيا، ظهر فيها حزب يشبه الميليشيا ويتقوى بالدين، فتقدم المجتمع المصري في التلفزيون وتقدم الجيش وأزال هذا
هذا الغطاء الرقيق الذي نشرته الفوضى الإخوانية. كان التحدي ليس إزاحة تلك الفوضى كما أزاحت ثورة 1952، كان التحدي ماذا يحدث بعد ذلك. نعم. وكانت هذه السياسات العظيمة، سياسات تنمية الموارد وسياسات التطوير وإعادة البناء وإعادة الإعمار وتجاوز تخطيط 30 أو وأكثر من 30 عام، يعني أن الدولة الوطنية الناجحة هي التي تنجو من الاضطرابات وتعمل التغيير لمصلحة الناس وتفكر بالمستقبل. ولهذا تابعت كما تابع مئات زملائي خارج مصر لهذا التغيير الكبير الذي يجري بمصر لإعادة بناء الدولة، ليس لإخراجها من أزمة السيطرة الإخوانية فقط، لا، لتجاوز تقصيرات الثمانينات والتسعينات والعقد الأول من القرن الواحد. دكتور رضوان، حديثك لا يمل يا سيدي، والله لو أن لدي وقتا كنت قد قرأت المقالة على مشاهدين الكرام كاملا. تفضل. إن هذا الروح المصري العربي لدى كل منا، نحن الواعين والذين عشنا مختلف المراحل سواء بداخل مصر أو من خارج مصر، هو إدراك لهذا الكيان الجامع ولهذه نموذج الجماعة، نموذج المينستريم، نموذج الأكثرية المصرية التي تبقى معها الدول وتبقى الثقافات وتبقى الحضارات، وسنظل أمناء لمصر كما هي أمينة لنا. أود أن أختتم هذا الحوار وأنا أختتمه مرغما والله يا دكتور رضوان بالإشارة إلى ما تضمنه مقالكم الكريم من حديث إلى القوى الإقليمية والقوى الدولية، إنه مصر مهمة لدرجة إنه دعم مصر هو دعم للإقليم، هو دعم للعالم ربما. نعم، لأن مصر تطل على إفريقيا وتطل على أوروبا، وهي جزء حتى من أيام طه حسين استقبل الثقافة في مصر، جزء من أوروبا وهي جزء من إفريقيا وهي جزء من العالم العربي وجزء من العالم الإسلامي. هذا الموقع الوسط والخطير لمصر يجعل أي حركة مصرية تؤثر في هذه العوالم الثلاثة، ولذلك نعم هذا موقع شديد الأهمية وشديد الخطر والخطورة، والذي يعرف العالم العربي ويعرف إفريقيا ويعرف عالم المتوسط، نعم عليه أن يدرك أن موطن القلب في هذه الدائرة الثلاثية الأضلاع، في هذا المثلث الثلاثي الأضلاع، هو قلب هذا المثلث مصر، العروبة والإسلام والأفريقي. يا دكتور شرفت بالإنصات إلى حديثك الثري، شكرا جزيلا لسعادة الدكتور رضوان السيد الكاتب والأكاديمي والسياسي اللبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية.